تجيب المتهم؟ أنا جاهز. هات المتهم يا شاويش. حاضر يا فندم. انت شاويش وسيبهن. حاضر يا فندم. اسمك ايه؟ تاني يا بيه. يا ترد يا عادل يا اب بدل ما هو موضبك. طيب احسن يا حارس الظابط. الله، واللي عرفك ان انا ظابط؟ الجواب بيبان من عنوانه. طب قول سعاده البيع على اسمك وبطل لماضه. ما انا قلته بدل المره 10. ما تقول كده كمان مره. ليفي كوهين. وهي حكايه احمد العلايلي دي؟ مين احمد العلايلي ده يا سعاده البيه؟ في اوراق هنا بتقول انك في شهر ابريل سنه 52 كنت بتشتغل في اجانس عربيات في بورسعيد. مش بورسعيد؟ ايه ده، احنا فين وبورسعيد فين؟ طب وعادل مرقص ايدهم بتاع اسكندريه؟ يعني بتعترف ان ده اسمك؟ الله، هو ده برضه اسمه اعتراف يا سعاده البيه؟ يا ترد كويس يالا. بالراحه عليا شويه يا سعاده البيه، انا مش قدك. نفهم من كده ان اسمك في مصر ليفي كوهين، وفي اسكندريه عادل مرقص صيدهم، وفي بورسعيد احمد العلايلي، امال رأفت علي سليمان ده يبقى اسم مين؟ ما هو ده اسم الحقيقي اللي انا قلته في الاول، واللي مفيش حد فيكم راضي يصدقه. جواز السفر ده بتاع مين؟ اتس ماين سير. يعني اسمك جون برات؟ مش ده الاسم اللي موجود قدام سعادتك في الباسبور؟ انا عايز القنصل بتاعي. انهي قنصل فيهم؟ القنصل البريطاني بيه. طب الباسبور ده بتاع مين؟ سيتا موا مسيو. يبقى انت على كده اسمك دانييل مارتان؟ الاسم مكتوب قدام سعادتك في الباسبور. يبقى انت عايز القنصل الفرنساوي يا ابني. مفيش داعي بيه، مفيش داعي للشتيمه يا سعاده البيه. مش يمكن ابوه الله يرحمه كان راجل طيب زي والدك الله يرحمه؟ الله يخليه. شوف يا ابني، التقرير بتاع بصماتك اللي جاء معاك من اسكندريه بيقول ان البصمات دي لواحد اسمه عادل مرقص صيدهم. الله، مش يمكن تكون البصمات دي بصمات واحد تاني؟ يا رد عادل يالا، انت عارف ان البصمات ما بتتكررش. قادر على كل شيء يا سعاده البيه. طيب طيب بلاش كل دول. جواز السفر ده بيقول ان اسمك احمد العلايلي. مش يمكن لمؤاخذه يعني حد سرق الصورة بتاعتي عشان يطلع بيها باسبور؟ وتقرير انتربول يقول ان انت اهو كده. اهو احنا كده يا اولاد العرب، احنا كده اهو عايزين. ده اللي جايبنا ورا نصدق الخرابات ونكذب ولاد بلدنا. ولا بطل تلعب بالكلام يالا. هو يعني اللي يقول الحق في البلد دي يكفر؟ اذا كان على كده يبقى انت دول كلهم. وده معقول برضه يا بيه؟ طب انت مين فيهم؟ تاني يا بيه. اختار لك اسم. مش هتصدق. يعني انت مسلم؟ واحد بالله يا بيه. مسلم واسمك ليفي كوهين؟ الدين لله والوطن للجميع. ولا انت بتهزر يا قاضي؟ انت ضد الثوره يا بيه؟ ولا سيبه انت هزر، مفيش حد عارف ينطقك. الله، مش دي الشعارات اللي عاملاها الثوره ومكتوبه على الحيطان وطول ما انت ماشي بتقرا؟ الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. في حد قال كلام تاني يا بيه؟ خلاص تقول ان انت مش عايز تجيبها لبر. في حد فيكم لا مؤاخذه يعني سألني سؤال وأنا ما جاوبتش بصراحة؟ في قدامي أوراق رسمية بتثبت إنك مسلم، وأوراق تانية بتثبت إنك مسيحي، ولما انقبض عليك على حدود ليبيا قلت للسلطات الإنجليزية إنك يهودي واسمك ليفي كوهين وإنك هربان من الثورة. هربان من الثورة؟ أهرب من الثورة ليه يا بيه لا سمح الله؟ وفي أوراق بتقول إنك مصري.
واوراق تانية بتقول انك فرنساوي، واوراق تالتة بتقول انك انجليزي. بلاش اسمك وبلاش ديانتك، ممكن تقول لنا انت جنسيتك الحقيقية ايه؟ شوف سعادتك، مسألة الحدود والاوطان دي كل المسائل دي مسائل مستحدثة. يعني ايه؟ يعني ارض الله واسعة. يعني انت مين بالظبط؟ حسن ولا مرقص ولا كوهين؟ انا ايه رايكم بقى؟ انا شايف لمؤاخذه يعني ان الجلسه دي غير الجلسات. هي يعني ايه يا هلا؟ يعني ايه؟ يعني انا شايف ان الجلسه دي ليها طعم تاني، طعم كده يعني فريحي حبتين. وبما ان يعني المسائل كده فلا مؤاخذه يعني واخد بال سعادتك انت، مفيش داعي بقى لل واخد بالك انت معلش شويه كده للاساور دي. كلبشات دي كانت مفتوحه؟ لا ما تظلمش الشاويشه ساعات البيه، حرام عليك. الكلبشات قدامك هي ممكن سعادتك تعينها بنفسك. طب ازاي؟ ياما في الجراب يا حاوي. طب اشتغل حاوي يا قد. مفيش حاجه اسمها حاوي يا سعاده البيه، في حاجه اسمها لا مؤاخذه يعني خفه يد، سرعه حركه، شويه ذكاء. طب فرجنا. غير تذاكر كده؟ عايز ايه يا هلا؟ لا مؤاخذه يعني انتم مش ملاحظين انكم مضايفيني بقالكم مده طويله قوي؟ اللي لا مؤاخذه يعني حد عزم فيكم عليها بكوبايه شاي ولا سجاره ولا اي حاجه؟ مش دي الاصول برضه يا بيه؟ طب ورينا الاول. ها؟ معاك جنيه؟ جنيه حته واحده؟ خلاص شيرن. شيرن اهو. ها؟ جيب. اتفضل. الحكايه زي ما قلت لكم، لا حكايه حاوي ولا كلام زي كده ولا بتاع، ما نصدقش الحاجات دي خالص بصلاه على النبي. الموضوع كله زي ما قلت لك انت، ان انا بلفت نظرك لحاجه واخد بالك انت وانا بعمل حاجه تانية. صلي على النبي. النبي انت سكر سكر. شوف يا سيدي، شوف انت فين الشلم؟ قول لي يا حلاوه فين الشلم؟ تقول لي يا باشا فين الشلم؟ انت بالذات تقول لي فين الشلم؟ محدش عارف الشلم فين؟ اقول لك انا الشلم فين؟ شوف ساعتك الشلم فين؟ اهو ادي الشلم. زي ما بقول لساعتك كده، عاملها كلها خفه يد، صلي على النبي، وانا شلم تاني اهو، عشان تصدق بس. شفت بقى الحكايه جت منين؟